بحسب اللجنة القانونية هنالك توجه لتعديل 16 مادة من القانون. طيب إذا كان الأمر بهذه السهولة وهو جمع تواقيع وأعدل أي مادة أريد، لماذا لا يتم التعديل على الدستور برمته على اعتبار أن هنالك إشكالات واضحة في الدستور وطلبت بعض الكتل قبل تشكيل حكومة السودان بتعديله؟ يعني موضوع التعديلات الدستورية موضوع شائك. الدستور العراقي يسمى دستور جامد قياسا إلى صعوبة التعديل، هي يعني فيها صعوبات كثيرة، في معوقات كثيرة، هي تختلف عن تعديل القانون. وهنالك موضوع التعطيل أي تعديلات دستورية من قبل 2 أو 3 محافظات وإجراء استفتاء دستوري. ناهيك عن موضوع الاتفاق السياسي، نحن نتعامل مع كتل سياسية مختلفة لم تتفق في يوم من الأيام على مواضيع محددة إلا إذا كانت فيها تحقيق مصالح حزبية، بالتالي تعديل الدستور أمر شائك. لكن القوانين هي من تتناول التفصيلات. القانون الدستور عفوا هو رسم شكل النظام السياسي للدولة، وأيضا يكفل عملية التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء عملية الانتخابات. ولكن في القوانين يتم الولوج في موضوع التفاصيل، تحديد النسب هو في موضوع من خلال السلطة التشريعية في يكون في القوانين نفسها. نعم. ولكن الموضوع يتعلق بمدى مصداقية التمثيل الانتخابي، التمثيل النيابي، التمثيل في مجالس المحافظات، وهذه هي تعتمد على ما يتم إقراره في داخل القانون نفسه من حيث تحديد النسب. نعم دكتور محمد. وعملية الانتخابات.